كابتن محمد السلاوي ايضا مهاجم نادي النصر، من تسبب في ركله الجزاء ومن اضاف الهدف الثالث. دائما كابتن يكون لك بصمه في كل مباراه، تكون الفاتحه يعني حتى في كل مباراه، سواء ركله جزاء او من خلال حتى تسجيلك الاهداف. الف مبروك اول الفوز، الفريق يعني يتصاعد في مستوى على مستوى الدوري وعلى مستوى البطوله العربيه. وش طبعا اقول لك حمد حميده، والحمد لله على سلامه الوالد وما يشوف شر ان شاء الله. ثاني شيء الحمد لله على كل حال، يعني طبعا هو المباراه هذه عن شوطين، الشوط الاول خلصنا من الحمد لله كم تفوق لنا، ان شاء الله الشوط الثاني راح يكون في دوله البحرين، راح يكون له استعداد خاص، بحاول ما تاثر فينا، ما تاثر نتيجه 3-0 او نتراخى بشكل اكبر. ان شاء الله يعني المباراه الجايه راح نستعد بشكل اكبر عشان نقول نستحق الفوز بشكل افضل واحسن ان شاء الله. كابتن، من يشاهد اخر مباريات النصر في الدوري ومباراه اليوم خاصه في الشوط الثاني يرى نوع من التوازن في هذا الفريق، ايش السبب؟ لماذا لم تكن هذه في بدايه الموسم؟ وش طبعا زي ما انت عارف، يمكن احنا مرينا بمرحلتين، مرحله ماتورانا ومرحله المدرب الجديد دانيال، ف يعني استقرار كان مهم بالنسبه لنا. فالحمد لله يعني استمرينا، تصاعد مباريات، قربت المباريات. انا اكثر مره كنت اقول ان النصر كان محتاج رتم من المباريات، فنحاول احنا نوصل رتم الأفريق الثانيه. فالحمد لله يعني وصلنا هذه البطوله، في اكثر من بطوله الدوري، بطوله ابطال العرب، فان شاء الله نحاول نقدم بشكل افضل. يعني حاجه النصر للبطوله كونها رتمها نفس قصير، 6 مباريات فقط تفصلكم عن النهائي اذا ما رتم الوصول لمباراه نهائيه في هذه البطوله. يعني انتم وصلتم للادوار الاخرى بحكم انكم مرشحين ان تصلوا الدور 16 مباشره. طبعا اكيد هو طموح اي فريق مشارك في البطوله انه يحقق البطوله هذه، فان شاء الله راح نقدم مستوى كويس وشيء يليق فينا، والباقي على بيد الله ان شاء الله. محمد مبروك. الله يعطيك العافيه، شكرا للكابتن.